من اكثر الحالات اللي بيشتكي منها عدد كبير من الناس تميل الايدين، وخصوصا اول ما تصحى من النوم. ممكن يكون الموضوع طبيعي زي لو نمت مده طويله على ايدك، او كانت ايدك متنيه تحت المخده، او كانت في وضع غير مريح ضاغط على اعصاب الايد. لكن في حالات بيكون فيها التنميل بسبب مشاكل صحيه. هقول لك دلوقتي على اشهر اسباب تنميل الايدين. اول حاجه، لو عندك نقص في فيتامين بي 12 المسؤول عن تقويه الاعصاب الطرفيه، وده بتعرفه على انك بتعمل تحليل فيتامين بي 12. تاني حاجه، حالات الانيميا الشديده بسبب قله الاكسجين اللي هيوصل للاطراف، وده بتتعرف عليه عن طريق تعمل تحليل صوره دم كامله ونسبه الحديد ومخزون الحديد في الدم. تالت حاجه، مرض السكر، وخصوصا لو بقاله مده طويله او مش منتظم في الدم. رابع حاجة، نقص مستويات الكالسيوم والبوتاسيوم في الدم. خامس حاجة، التدخين والكحوليات. سادس حاجة، نقص إفراز الغدة الدرقية. سابع حاجة، نقص نسبة فيتامين د في الدم. تامن حاجة، مشاكل بالفقرات العنقية زي الانزلاق الغضروفي أو خشونة الفقرات أو تيبس العضلات اللي بيضغط على الأعصاب. آخر سبب معانا، حالات اختناق العصب الأوسط اليد، وده بسبب استخدام الإيد مدة طويلة، سواء في الغسيل أو بتمسك تليفون مدة طويلة أو بتستخدم الكمبيوتر. الحالة دي اسمها متلازمة النفق الرزغ، وبتتشخص بالأعراض وعمل بعض الاختبارات وكمان عمل رسم عصب. دي أهم 10 أسباب لتنميل الإيدين. احفظ الفيديو وشاركه مع أصدقائك، وتابعني علشان يوصلك كل يوم فيديو جديد. ولو عندك سؤال بخصوص الموضوع اكتب لي في التعليقات تحت الفيديو وأنا هرد عليه. بتمنى لكم الصحة والعافية.